السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معاكم السلطان مستر سيف الدين نشرح منهج التاريخ للصف الأول الثانوي دفعة 2024 تكنيكال. أهلا وسهلا بك شباب. بعد ما خلصنا الوحدة الأولى ورجعنا عليها وقلت لك أهم النقاط فيها ونقاط التعلم فيها، دلوقتي جينا قعدنا نبني مع بعض الوحدة التانية. طيب هنبدأ الوحدة التانية أول درس النهاردة، نقول بسم الله. عنوان درس إيه؟ الحضارة المهنية رأيي دي الفكرة والثقافة العربية. هو درس طويل بس احنا على طول بنتكلم عليه الحضارة اليونانية على طول. تمام، عايز اعرف يا مستر الحضارة اليونانية، عايز اعرف ازاي اتكونت الحضارة اليونانية، مين الحضارة اليونانية، ويا مستر مش كانت عندها في الشرق، ايه اللي جابها الغرب، ويا مستر مواضيع كبيرة جدا. عايزين نبدا ايه نعرف مع بعض النظر، وقتك وقلمك ويلا بينا نبدا ايه المحاضرة على طول عشان ما اطولش عليك. الحضارة اليونانية أنا كلمت لك في المحاضرات اللي فاتت، قلت لك أول حاجة الحضارة كان عندها في الشرق صح؟ كان عندها كلمة حضارة مصر حلو، وكلمت لك حضارة بلاد العراق وحضارة بلاد فينيقيا، دول اتكلمنا عليهم. طيب دلوقتي يا مستر الحضارات هتنقل من الشرق تروح فين؟ الغرب. طيب مين يا مستر بلاد اليونان دي، ولا جت منين، ولا نشأت من الحضارة اليونانية دي؟ تعالى واحدة واحدة كده نبص على الخريطة. بعد ما نبص على الخريطة بص يا سيدي، أنا عندي أول حاجة بص تكونت ازاي بقى؟ عندي اول حاجة اهي دي مدينة اثينا مثلا. استنى نجيب قلم بس كده عشان ايه الزهرة معانا. عندي كونت حضارة بلاد اليونان مجموعة من المدن ومجموعة من ايه القرى، المدن الساحلية طبعا انت عارف المدن الساحلية كتير. طيب زي مين يا مستر؟ عندي اول حاجة زي جزيرة مين؟ قبرص اهي حلو، وعندي فين تاني يا مستر؟ وعندي جزيرة كبريت اهي برضه. طيب وعندي خلي بالك فيها علم لك على اهم الحاجات اللي هحتاجها، وعندي في الشمال فوق هنا في مقدونيا، وعندي مناطق برضه زي اثينا، وعندي اسبرتا دي مدن ساحليه هنحتاجها جدا، وعندي في جبل اولمبوس، وعندي كمان مناطق في الشرق هنا زي اثر الصغرى. ركز معايا بقى، عايز اقول لك الحضارات كانت عندنا في الشرق. بص الشرق عندنا كان عندنا بلاد العراق، حضاره بلاد العراق، وحضاره بلاد فينيقيا، وحضاره ايه؟ وحضاره مصر. استنى يا سيدي نصغر لك الشاشه شويه عشان توضح اكتر. وحضاره ايه؟ مصر تحت ايه؟ تمام؟ تمام. ايه يا مستر اللي هيخلي الحضاره تنتقل من الشرق للغرب عندي؟ يعني ايه اللي وصلها لكده؟ بص يا سيدي، اول حاجه انا عندي الحضارات اللي خلاها تنتقل من الشرق بسبب دوام الحال من المحال، انت عارف طبعا مش حاجه بتفضل ثابته على حال، فهتفضل كل حاجه بتنزل. مستر هم كانوا عندنا كان عارف حضارات في الشرق هي اللي احنا اعظم حضاره واعظم حضاره في الكون ومصر والشرق بس الحضارات ما فيش حاجه بتفضل ايه ثابته على حال، فالحضارات نقلت ايه؟ نقلت الغرب. طيب كان عايز اقول لك معبر التواصل كان هي جزيره كوبروس حلو وجزيره كريم، دي اللي كانت معبر التواصل. يعني ايه معبر التواصل؟ دي الوصلة اللي كانت بين الشرق والغرب. تأثرنا بجزيرة قبرص وكده وهم تأثروا بينا، بس هم خدوا الحضارة ايه مننا وبدأوا يطوروا ايه ويعدلوا عليها أفضل. تمام؟ اللي هي جزيرة ايه؟ قبرص وجزيرة كريم. واحدة واحدة بقى تعالى كده أعرفك ايه أهم المدن وأهم حاجة وأهم مدن ايه؟ أهم المدن الساحلية عندي يا مستر ايه هي؟ عندي مدينة اسمها مدينة ثم اسمها سبارتا حلو؟ وعندي مدينة أثينا، وعندي مدينة تانية هحتاجها في الآخر اللي هي إيه؟ وعندي جزر اللي هي قبرص وكريم. تعالى واحدة كده أبدأ أعرفك عليها. وعايز أقول لك كمان أسسوا حضارات كبيرة جدا في بلاد اليونان. زي مين يا مستر؟ عندي في القرن الثامن قبل الميلاد عندي جزيرة سكان اللي هي قبرص وكريم ومناطق المجاورة كان يطلق عليهم اسم إغري. ليه يا مستر يطلق عليهم اسم إغري؟ أقول لك على حاجة، أنت أول حاجة عندك شيل مثلا كلمة الويك قدامك ايه؟ طيب كلمة الويك أول ما ظهرت قدامك يا صديقي طبعا أنت أول حاجة إحنا عندنا الشعب المصري مش عارف اسمها عنده غين دي، فهشيل حرف الغين وأحط مكانها ايه؟ الغين بتاعنا عادي بس اسمها إغريق غين صح؟ صح. طيب يا صديقي ثم ايه؟ قامت أجمل الحضارات في الشرق زي ما قلت لك من شوية، وبعد كده انتقلت ايه؟ للغرب اللي هما فين؟ في الإغريق. طيب واحدة واحدة كده تعالى نتكلم ايه؟ على المدن اللي ظهرت هناك. طيب
انا عندي اهم حضاره بلاد اليونان اللي هم كان عندي حضاره مين؟ عندي حضاره مدينه اثينا وحضاره مدينه اسبرتا وحضاره ايه؟ جزيره كريت. يا مستر اوبرس مش معنا؟ اوبرس ظهرت بس ظهرت قليل، دورها كان قليل شويه. طيب تعالوا من بعد ايه؟ نبص على بعض، نبص ونعرف ليه كلمه سموه كلمه اغريق؟ ليه ايه كلمه اغريق دي يا استاذ مستر عوم؟ يعني ليه اليونان بالذات قلت لك عليهم اسم اغريق؟ بص عندها الشعر المصري اي حاجه بحرف الغين بينطقها ايه؟ غين على طول عادي. فعشان كده انت بتقول لك اف وي دي كلمه انت كويسه ايه؟ صح؟ صح يا صديقي. تعال نبص على حضاره مدينه اثينا. قال لك اول حاجه حضاره مدينه اثينا دي استنى بس نجيبها تاني كده. دي نشات داخل اقليم تسمى اقليم اتيكا. طيب وعرف نظام من النظام الديمقراطي ودي اعظم حاجه قدمتها البشريه ان هو النظام الديمقراطي. طيب تمثل بتنوع الجغرافي. طيب تنوع الجغرافي ده مستر هادي ليه؟ طبعا تنوع الجغرافي هادي طبعا يبقى عندها سهول يبقى عندها هضاب يبقى عندها جبال. طيب مما تنوع الجغرافي طبعا التنوع ايه؟ المحاصيل صح المحاصيل صح ويبقى في تنوع في الاقتصاد ويبقى في بيع وشراء. طيب اما يتنوع كل ده يا مستر هيبقى اختلاف في مستوى ايه؟ الطبقي واختلاف في مستوى الاجتماعي اللي هو اختلاف في مستوى الشعر المعيشه يبقى في غني ويبقى في فقير. صح يا صديقي صح مستر النقطة دي ما فهمتهاش. بص نقول مدينة اثينا تاني. مدينة اثينا نشأت داخل اقليم اسمه مدينة ايه؟ اقليم اتيكا. طيب اقليم اتيكا دي معروفة من نظام الديمقراطي قلت لك دي اعظم حاجة قدمتها للبشرية. طيب يا مستر دي تنوعت بنشاطات جغرافية. النشاط الجغرافي يعني مستر يعني ايه؟ يعني في جبال وفي هضاب وفي سحول وفي زراعة وفي كل حاجة تنوعت بمحاصيلها وتنوعت جغرافي. بعد ما تنوعت المستوى ده هيؤدي ايه؟ هيؤدي الى تنوع المحاصيل وهيؤدي الى تنوع الاقتصاد في المدينه. طبعا المدينه هتبقى جميله جدا ما فيها تنوع جغرافي يبقى المدينه هتبقى جميله جدا ودوت مما ادى الى ايه؟ التنوع هيبقى في اختلاف في مستوى الطبقي واختلاف في مستوى الاجتماعي واختلاف في مستوى المعيشه اساسا بالطبيعه. ليه يا مستر ده؟ هيبقى في طبقه اغنياء وطبقه فقراء. تمام يا مستر كده خلاص مدينه اثينا. تعال نبص على بعض على مدينه اسبرتا. حضرتك مدينة اسبرتا دي عايز اقول لك ان هم كانوا نشأت ازاي يا مستر؟ دي نشأت باندماج مجموعة من القرى، عدد من القرى اندمجوا كونوا مدينة اسبرتا. طيب مدينة اسبرتا عرفت بنظامها العسكري الصاغي، يعني ايه مستر عسكري الصاغي؟ كان أي حاجة عندهم عافية بلطجة. أي حاجة عندهم عافية وبلطجة، إيه يا مستر عافية وبلطجة دي؟ كان حاجة في أنت مسلسل جعفر العمدة أي حاجة خناقات وضرب كان هم كده. خناقات وضرب على طول. طيب تعال نبص عليها تاني. قال لك دي عرف المنظومه العسكريه الصارمه التي تطبق في كافه ايه؟ نواحي الحياه لاعداد مواطنين ايه؟ كان هدفها ده كله اعداد مواطنين قادرين ايه؟ على القتال في الاخر. طيب ونعكس النظام العسكري دوت عايز اقول لك على الحياه السياسيه والحياه الاداريه والحياه الاجتماعيه عندهم والثقافيه كمان. يعني مستر مش فاهم. يعني ده كله انعكس حتى عندهم بقى في الحياه السياسيه والحياه الثقافيه يتعاملوا بالعنف والضرب. عندهم عنف والضرب ايه يا عم ده؟ حتى الشعر عندهم كان يعني كل حاجه عندهم ضرب وخناقات ومشاكل كان دوت بتقوم على النظام العسكري الصادم وده النظام اللي ينفع حاليا. طيب تمام بعد كده خلصت لك حضاره ايه؟ حضاره مدينه اسبرتا. تعال نبص على حضاره مدينه حضاره جزيره كريت. طيب حضاره جزيره كريت ارتبطت بالحضاره المصريه القديمه شويه وتاثرت بها. طيب تاثرت بها ليه مثلا؟ بسبب قطبها الجغرافي. متقولش بعد الجغرافي بسبب قطبها الجغرافي انها غريبه جدا. غريبه يا مستر بفين يعني يا مستر؟ لو انت شفت مصر شفت جزيره كريت هتلاقي اقرب مدينه لمصر هي جزيره كريت. طيب ارتبطت بحضاره مصر وتاثرت بها سميت حضاره جزيره كريت بالميونيه. يعني ايه يا مستر بالميونيه؟ طيب مثل لقب ملوكها. يعني ايه يا مستر ده؟ لقب كان يحملون لقب مينوس. يعني ايه مستر ده؟ ده كان لقب حاكم المدينه عندهم. ده كان لقب الحاكم عندهم كان يسموه مينوس. حتى عشان كده سموه جزيره كريت بالحضاره المينويه. طيب زي مين يا مستر؟ يعني ايه مينوس دي؟ مينوس دي زي ما انت بتطلق على حكم على حاكم مصر الحاكم بتاعك بتطلق عليه لقب ايه؟ فرعون. هم كان عندهم بيطلقوا عليه مينوس. تمام؟ تمام يا مستر. وبكده اكون كلمتك عن ايه؟ عن اهم الحضارات وكلمتك ايه؟ نبذه مختصره جدا عن ايه؟ عن اللي هنكمله النهارده. تعال نشوف مسار الحضارة في بلاد المدينة الأغريق بتقول ايه.
مزايا الحضاره عندي، مزايا الحضاره في الحياه السياسيه وفي الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه والفكريه والفنيه والحياه الرياضيه. طيب واحده واحده كده يا مستر وفهمني، انت هتكلمني عن مدينه بالظبط؟ هكلمك عن مدينه اسبرتا ومدينه اثينا ومدينه كريت. طيب واحده واحده كده يا مستر، مسك الحياه السياسيه مدينه اسبرتا بالترتيب، ابوش ايدك عشان ايه واصلا في الملعب وضايع. واحده واحده طيب تعالوا نبص مع بعض. الحساسيه في مدينه اسبرتا، قامت الحساسيه في اسبرتا بتعرف عن النظام العسكري الصارم من شويه. طيب من خلال ايه؟ السيطره في بلاد الارمين. طيب لمده 200 عام حتى سقطت في القرن الرابع قبل الميلاد على يد مين؟ المقدونيين. ما خلي بالك الاول في الاول منه. طيب تعالوا مع بعض ايه؟ عشان في الملك نجيب الخريطه عشان نعرف فين المقدونيين وفين الكلام ده كله. هتبتسم. احنا لو جبنا الخريطه، بص الخريطه عندي بتقول ايه؟ فين؟ بس استنى نجيب قلم شويه عشان ايه؟ القلم دوت ايه؟ تعبنا وعايزين نغير لون. قالوا سنين ما هيعيش القلم ده. طيب تعالى من بعد كده بص عند المدن. عندي اول حاجه مدينه اسبرتا، حلو، وادي مدينه اثينا. دول اللي اكلمك عليهم. مدينه اسبرتا قلت لك كانت بتتميز بالنظام العسكري الصارم. يعني مثلا النظام العسكري الصارم ده كان اي حاجه عندهم زي ما قلت لك من شويه حرب، ما كانش عندهم ايه؟ حاجه اسمها يعني ما كانش في حاجه اسمها ود، ما كانش في حاجه اسمها تفاهم، حتى عسكري ثقافي، وده عكس عنهم ايه؟ في الحياه الثقافيه والحياه الاداريه. معرفهم ده كله يطلعهم مواطنين قادرين ايه؟ على القتال، لكن ده هو الحال من المحال. قلت لك اي حاجه بتوصل للقمه الطبيعي في الاخر ايه؟ بتنهار. طيب نتيجه اللي حصل ده كله يا مستر، اللي حصل في الاخر بعد ده كله، جم المقدونيين الاول في الاول منه، جم المقدونيين واحتلوهم في العام 400 قبل الميلاد. صح يا مستر؟ صح يا مستر. اللي هم فين يا مستر؟ المقدونيين، المقدونيين اللي هم المقدونيين هيحتلوا مدينه اثينا ويحتلوا اسبرتا وهيضموهم. بس واحده واحده ايه، مش عايز احرق لك الاحداث، هنكملها بعدين. طيب اظن شفت اثينا وشفت اسبرتا فين، وخلي بالك المقدونيين هم اللي هيوحدوا بلاد اليونان كلها تحت يد الاسكندر الاكبر، هيوحدوها في الاخر كلها. بس مش عايز احرق لك الاحداث، هتضيق. يلا بسرعه عشان تتمتع بالحصه. طيب خلاص اقفل بقى الخريطه كده يا حرام. بص يا سيدي، قال لك اول حاجه هعرفك عن النظام الحياه السياسيه داخل مدينه اسبرتا. واحده واحده كده. كان اول حاجه كان عندي الحياه السياسيه كان قايم على ايه يا مستر؟ قايم على طبقه، كان عندي خمس طبقات. اول طبقه بتضم طبعا الملكين. طيب الحياه السياسيه عندهم كان بيحكمها الملكين. طبعا تقول لي راجل ومرات، لا يا سيدي مش راجل ومرات، كان واحد وواحد. الراجل والراجل اللي بيحكمهم من الحياه السياسيه عندهم. طيب ينتخبان مدى الحياه، مدى الحياه يا لهوي يا مستر، مدى الحياه. طب ديمقراطي ولا ايه يا مستر؟ كان ملكي؟ لا كان نظام ديمقراطي. ينتخبوا مدى الحياه، مدى الحياه، وتمثلت ايه سلطتها فيه ايه بقى؟ واحده واحده. كان بهدفهم ايه؟ اعلان الحرب وقياده الجيش، ودي وظيفه عسكريه. طيب رئاسه الهيئه القضائيه، رئاسه الهيئه القضائيه. يعني ايه مستر رئاسه الهيئه القضائيه؟ رئاسه الهيئه القضائيه يا صديقي يعني هم اللي كانوا بيقعدوا على الكراسي، هم اللي بيحكموا ايه؟ بعد 3 سنين ده حكم بالاعدام، وده التنفيذ، وده 5 سنين، وده تأبيد. هم اللي كانوا بيحكموا ايه على الكلام ده كله. طيب وتقدم المواكب الدينيه، يعني مش تقدم المواكب الدينيه، هم اللي بيقودوا المواكب الدينيه. طيب يبقى كان عندي كام وظيفه؟ عندي اول حاجه وظيفه سياسيه، وعندي بعد كده وظيفه قضائيه، وظيفه ايه؟ عسكريه. صح؟ صح يا مستر. طيب يجي بعد كده يا سيدي يظهر سياسيه يا مستر ليه؟ ان هم بيقودوا الحكم. طيب وقضائيه ان هم رئاسه القضاء. طيب ودينيه يا مستر اللي هي ايه؟ اللي هي تقدم المواكب الدينيه. طيب واحده واحده كده يجي بعد كده تظهر حاجه اسمها الجمعيه الشعبيه. طيب لا مش الجمعيه الشعبيه، انا هعملها بالترتيب عشان تفهم. تظهر بعد كده بعد الملكيه تظهر حاجه اسمها مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ دوت قام من 28 عضو بالاضافه الى الملكيه. الملكين، فيكون في اعضاء كم عضو كده؟ وهو 30 عضو. كان اعضاء ينتخبوه مدى الحياه من المواطنين الذي بلغوا 60 عام. يعني ايه مستر دوت؟ يعني يا سيدي عايز اقول لك الجيش ساعتها كان مدته كان يغلو الواحد من 20 سنه 60 سنه. بعد 60 سنه خلاص انا مش معاك. لا اما تروح مجلس الشيوخ لا اما ايه؟ ما تروحش. طبعا كانوا بيروحوا مجلس الشيوخ
ساعات انت وحظك بقى. فعلي كان بيضم مجلس الشيوخ كان بيضم ايه؟ كبار السن اللي هم فوق الستين سنة. طيب تماثيلهم وسلطتهم، سلطتهم لمثل هم اللي كانوا تمثيل السلطة التشريعية في تشريع القوانين، وينتظر الوظيفة الرابعة للملكيين اللي هم ايه؟ الوظيفة التشريعية. يبقى انا كده عندي سياسية وقضائية ودينية وتشريعية، تشريع القوانين. هنا تظهر الوظيفة الثالثة وهي الجمعية الشعبية. الجمعية الشعبية ده مستر ايه هدفها؟ دي تصل دراسية على التصويت بالقبول او الرفض التي يعرضها ايه؟ مجلس الشيوخ. يعني ايه مستر؟ يعني يكون وظيفتهم كانوا يقبلوا او يرفضوا الحاجة اللي عرضها او القانون اللي عرضها ايه؟ مجلس الشيوخ. طيب كده تكون كلمتك ايه؟ عن اربع حاجات. يظهر بعد كده الرقباء الشعبيون، يعني ايه مستر؟ دول عددهم خمسة ينتخبوا سنويا. يعني ايه مستر ده؟ يعني كل خمسة بيغيروا، كل سنة بيغيروا خمسة، كل سنة ينتخبوا خمسة جداد. طيب معهم دي يا مستر دي ممارسة السلطة التنفيذية وقضائية اللي بينفذها ايه؟ مجلس الشيوخ. يعني ايه مستر؟ مجلس الشيوخ كان يعمل السلطة والقوانين ويحرر ده بعد كده يعني ايه؟ على الجمعية الشعبية. الجمعية الشعبية كانت بتوديها بعد كده الرقباء الشعبيين هم اللي ايه؟ بينفذوا على طول. ممارسة سلطتهم التنفيذية والقضائية، مراقبة السلوك ايه؟ والاخلاق وحفظ الامن. يجي سؤال يظهر جميل يقول لك هنا ايه؟ يظهر يقول لك ايه مثلا ايه؟ التربية او التعليم. ده من مهام ايه يا مستر؟ ده من مهام الرقباء الشعبيين السلوك والاخلاق. طيب يجي بعد كده يظهر الجيش. كان محور الجيش في سبارتا، قلت لك كان عندهم الجيش هو ده اهم حاجة، نظام عسكري صارت. طيب الجيش دوت عايز اقول لك اصل كان محور الحياة في سبارتا، حيث كان من بلغ 20 سنة زي ما قلت لك من شوية كان يلتحق بالجيش. عندهم 20 سنة خلاص انت دلوقتي تخش الجيش، احنا دلوقتي مدلعين 25 ده احنا شوف بلاوي وسته. كان عندهم من 20 سنة هو خلاص دخل الجيش، حتى يقولوا ان عمر كان 60 سنة. طب بعد 60 سنة لسه بيعملوا بيه؟ بعد 60 سنة خلاص كان تكبير كبير، راجل عاوز وش شخخ خلاص اقعد على بالك. طيب من سن 20 حتى 60 سنة حتى يكون ايه؟ جندي في الجيش. طيب مستر وبعدين بيروح فين؟ لما يروح مجلس شيوخ هو حظه يختارهم، لما يقعد في بيته. وكده اكون يا صديقي كلمتك عن ايه؟ عن الحياه السياسيه كلها في مدينه ايه؟ اسين، في مدينه اسبرت اس. طيب تعال نمسك مدينه اسينا واكلمك فيها عن الحياه السياسيه. انا هكلمك عن طيب خلصت مدينه اسبرت، تعال اكلمك عن حضاره مدينه اسينا. مدينه اسينا دي يا صديقي مر نظام الحكم فيها حتى وصل الديمقراطيه، عدوا على الثلاثه. عايز اقول لك دول اكتر حاجه، اكتر مدن، اكتر المدن اللي عدت اللي اتطور ايه نظام الحكم فيه. دي اكتر المدن اللي عدى فيها اكتر من نظام حكم. طيب يعني ايه مستخدم؟ عايز اقول لك ان فيها النظام الملكي. طيب تعالى عشان ما احرقش الاحداث، واحده واحده نتكلم بالتفاصيل. واحده اول حاجه وصلت فكره عندهم ان النظام الديمقراطي في الاخر اللي هي اعظم فكره ادبتها البشريه. طيب المرحله الاولى من نظام الحكم عندهم في نظام الحكم الملكي بانه قائم ايه؟ على الرئاسه المنتخب يقعد بقى نظام الحكم قائم على فرد واحد يحكم مدى الحياه ويورث لابنه، وده كان نظام الملك. طيب يظهر بعد كده المرحله الثانيه اللي هو نظام الارستقراطي. يعني ايه مثلا نظام الارستقراطي دوت؟ وفي امتلك الارستقراطيون كافه المواد الاقتصاديه، سيطروا ايه؟ على البلاد طبعا ايه؟ بفضل فلوسهم، وبقى يعملوا ايه؟ اللي هم عايزينه. فترتب على ذلك زياده الفقر وقيم السكان ايه؟ بثوره ضد ايه؟ ضدهم. ضد هذا الكي، ضد هذا النظام. فيما رجع للحكام عملوا ايه الحكام بقى يا مستر؟ ما لو الدنيا باظت كده. عملوا حكام ايه؟ لو داس كده. فضلوا ايه؟ يقولوا انتوا انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ فضلوا السكان انت عارف طبعا انها شعب ايه؟ عظيم خالص. حتى عندهم مستر هناك كده، عندهم برضه هناك كده. بس زمان مش دلوقتي. طيب. زمان كان عندهم ايه؟ ان احنا ننتخب، احنا اللي عايزين ننتخب. فضلوا الارستقراطيون لحد ما ايه؟ في الاخر عملوا نظام الحكم الديمقراطي. طيب المرحلة الثالثة اللي ظهر عندهم نظام الحكم الديمقراطي والذي ظهر ايه؟ أدي التشريعات. كان أهمها تشريعات ايه؟ سلوم وايه؟ وبريكليز. طيب تعالى نعرف تشريعات الملك سلوم قال لك ايه؟ ما هو طبعا سلوم دوت عايز يغري الشعب بأي طريقة، عايزين يهديه عشان كان عاملين ثورة ضد مين؟ الارستقراطيين، وهم اللي عايزين ايه؟ يعزلوه بسبب ايه؟ الفقر والجهل. طيب واحدة تعال نشوف تشريعات سلون. اول حاجه سلون قال لك جمله جميله جدا هتعجبك، ان من الصعب ان يقوم باعمال عظيمه ان يرضي الجميع. يعني مثلا يعني الشخص مش ينفع يعمل حاجه واحده ترضي الكل، لازم ازعل حد مني
طبيعي. طيب واحده قالت كده تعالى نشوف تشريعات المسلم، وخلي بالك سلوم مسك من 594 ل 593، وخلي بالك يا مستر يعني مستر انت ماشي بالعكس، خلي التاريخ قبل الميلاد بيفضل يقل يقل يقل. تمام تمام. طيب قام بوضع التشريعات واصلاحها. طيب عمل مثلا تشجيل عمل والانتاج. طيب تشجيل عمل والانتاج يعني وظيفه عمليه اجتماعيه تم بالناس ايه. طيب وتوفير فرص عامه للعماله. طب هو والله العظيم كتر خير واسقاط الديون. يعني ايه اسقاط الديون؟ ما هو خلي بالك ما هو الفقير دوت كان عليه ديون لمين؟ للغني. هو بقى ايه؟ اسقط الديون. لا خلاص مش عايزين منكم حاجه. الاغنياء خلاص مش عايزين مني من فوق حاجه. طيب وتحديد اقصى ايه؟ المصروفات على الحافله. يعني ايه يا مستر دوت؟ يعني الاغنياء كانوا بيصرفوا كتير جدا في الحفلات. ستيك بقى وعايز اقول لك مشوي وبوري وسمك. بيصرفوا كتير اغنياء يا عم انت مالك انا حر. هو لا قال لك ايه؟ قال لك الملك سرون يكون لي ايه؟ يكون جزء بسيط جدا على الحافلات لا يصرف كتير على الحافلات عشان الفريق دوت ايه؟ يعرف ياكل. حلو؟ حلو. يبقى كده اهتم بالطبقه الاجتماعيه ولا لا؟ اهتم يا مستر. يبقى كده كان عنده تمييز طبقي. لا يا مستر ده كان راجل عادل جدا كمان. اسس وعمل وعمل عماله وفرص عمل وفرص عمل يعني ظبط الدنيا. طيب تخلص سرون عن الحكم بعد ما اخذ ايه؟ عهدا على الاساسيين بالتزام تطبيق اصلاحاته لمده 10 سنوات وسافر الى مصر ليطلع على حضارتها ويستفيد من انجازاتها. خلى عنها خلاص. ليه يا مستر دوت؟ ان هو خلى سرون عن الحكم بسبب ايه؟ ان هو قال لك انا عايز الاساسيين يلتزموا بدوت تطبيق لمده 10 سنوات. طبعا انا رافض احنا عاوز 10 سنين مستنيينك مستحملينك. فحاجة رفضها وساب الحكم وراح ايه؟ قعد على مصر يشوف حضارتها وانجازاتها. طيب يجي يظهر ملك بيركليس مسك من 467 الى 428 قبل الميلاد. وطبعا يا مستر طبعا سالنا السؤال اللي هو تاريخ الميلاد يا مستر ايه العكس اللي انت بتقول ده؟ قلت لك تاريخ قبل الميلاد بيفضل يقل مش بيطلع. طيب بلغت الديمقراطيه ذروتها في عقل باظت خالص في عقل ذروتها وصلت خالص لحساسيه بوظها خالص. طيب انضم الى العامه رغم كونه من اسره غنيه وقام بالعديد من الاصلاحات. يعني المستر كان عادل برضه؟ اه. طيب كان مؤمن بان التربيه الاجتماعيه السليمه هي السبيل لارتقاء شعب اسيان. التربيه العامه يعني اصل الاخلاق والاحترام هي الاساس عشان اربي شعب اسيان. طيب لكل حاجه اصلاحات فيها عيوب وفيها مميزات. تعال نشوف العيوب وبعد كده نشوف المميزات. عندي العيوب لم تكن ديمقراطيه كامله. لا يا مستر الديمقراطيه ما كانتش كامله يا مستر. اقتصر الحقوق الانتخابيه والتشريعيه على الاحرار فقط. يعني ايه يا مستر؟ يعني عايز اقول لك يا صديقي ساعتها كان الاحرار هم بس اللي ينتخبوا. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. يعني معنى الكلمه الاغنياء بس هم اللي ينتخبوا. العبيد والتجار العبيد والناس دي ما كانش ليها خالص ما كانش ليها خالص في الانتخاب ولا حق التمشي. انت مين انت منتخبك؟ امشي معفن من هنا على طول ما كانش بيعتمدوه. طيب وحرمان النساء ايه من مواشاه من حقوق ممارسات ايه؟ حقوقهم السياسيه والتشريعيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ما كانش لهم لازمه زمان يا صديقي اسمع مني. كانش لهم لازمه اساسا ولا الحساسيه ولا الاجتماعيه. وكان كانش راجل عادل طبعا ما كانش عنده تمييز بين الراجل والست. طيب نيجي نشوف المميزات. طيب اتاحت حريه الفكر والابداع فترتب على ذلك ايه؟ تفوق اسامه في فنون ايه؟ الادب والعماره. خلاص تفوق في فنون الادب والعماره وظهور فلاسفه ومفكرين حتى اصبح بلاد يونان رائدة ايه؟ القرن رائدة ايه؟ القرنين في الخامس والرابع قبل الميلاد في كافه المجالات. بس طبعا عم سقراط وارسطو وافلاطون اللي هيعرفوك في الجغرافيا وفي الفلسفه وفي علم النفس وفي التاريخ بسبب ايه؟ هو دوت ايه؟ بسبب اصلاحات الملك مين؟ بيركليس. ظهر المفكرين ده كله. طيب نيجي نبص ادت حروب قامت حروب بين اثينا واسبرتا. لا لا واحده واحده كده مستر عشان ايه؟ انا مش فاهم حاجه وخايف الدنيا تتوه مني. طيب هات الخريطه عشان ايه؟ شوف الدنيا دي. ادي الخريطه بتاعتنا يا صديقي وواحده واحده ايه؟ ابدا كلامك عنها. رحت فين يا مستر؟ معلش كنا بنظبط بس حاجه في التاب شويه عشان ايه؟ حاسس ان هو كبر مني. بص يا سيدي اللي هيحصل دلوقتي ان هكون معاهد بين اثينا واسبرتا. حلو؟
ده طبعا قايل لك اسباركتا عندها حكم قوي جدا، واثينا طبعا بتميز ايه؟ تفوقها العقلي عندها مستر دوت، يعني تميز دي عقل ودي قوه، نشوف مين اللي يكسب مع بعض. تقوم المعارك، وعايز اقول لك كان في مدينه هنا اسمها مقدونيه مستنيه ايه؟ المعارك دي تشوف هتنتهي على ايه؟ وبجانب برضه الفرس كانت ضامه ايه؟ كانت داخله خلاص احتلت مصر. حلو؟ يعني مصر كانت داخله بلاد العراق، بقى كانت داخله الفرس احتلت مصر وبلاد فينيقيا. حلو؟ وبعد كده بلاد العراق وصلت لحد ايه؟ بدات من اسيا الصغرى. دي الفرس. طيب واحده واحده كده يا صديقي ايه؟ نرجع في امان. دلوقتي عملت معاك بين اثينا واسباركتا. اسباركتا دي هنسميها حرب البيلو بليز. تمام؟ الحرب ديت يا صديقي اصفرت في النهايه، اللي طبعا ايه مدينه مقدونيا مستنيه ايه اللي يقع في الاخر. طيب مدينه مقدونيا هتخش بقى ايه؟ تبدا توحد حروب بين اثينا واسباركتا في الاخر. حرب البيلوبليز زي ما قلت لك عليها، ايه اللي في المدن اليونانيه؟ قال لي يعني تمكن الملك مين؟ يظهر ملك هنا اسمه الملك فيليب الثاني على فرض ايه؟ بسبب فرض حكمه بالقوه على بلاد اليونان كلها، وحاول يقنعهم ايه؟ بتوحيد الصف تحت رايته لمواجهه الفرس، وفعلا نجح ايه في توحيده. وبعد وفاه الملك فيليب الثاني المقدوني تولى حكم الملك من ابنه الاسكندر المقدوني. طيب يبقى كده مش حكم قائم على ايه؟ كان قائم على نظام الملكي بالوراثه، يصبح الملك الاسكندر المقدوني. طيب وعمره كان 20 عام، وخلال حكمه سعى الى تحقيق مبدا ايه؟ العالم تحت وطن واحد، عايز يجمع كل العالم تحت رايه ايه؟ وطن واحد. فحارب الفرس في اسيا الصغرى وهزمهم، ثم اتجه ايه؟ نحو الشرق. طيب يعني ايه يا مستر دوت؟ اول حاجه حارب الفرس في اسيا الصغرى، قلت لك الفرس هيبدا فين؟ في اسيا الصغرى. عايز الخريطه الثانيه؟ طيب تعالى نجيب لك الخريطه الثانيه يا سيدي. بعد ما فيليب الثاني، بص فيليب الثاني اهو قاعد في مقدوني، طبعا سمى اسمه بقى مقدوني. فيليب الثاني بص اهو قاعد في مقدوني طبعا مستني ايه؟ شفت حاجه هتكسر عليه في الاخر. بعد اثينا واسباركتا بعدهم يتحاربوا ببعض، هو استغل بعد كل ده. عمل ايه اول حاجه؟ دخل هزم الاثنين، وبعد كده تقدم ايه؟ جمع البلاد اللي تحت ايده، وبعد كده اتجه الى ايه؟ اتجه الى اسيا الصغرى. حلو؟ من اسيا الصغرى بعد كده اتجه الى فينيقيا، ومن فينيقيا الى مصر. حلو؟ ومن مصر الى بلاد ايه؟ العراق. وبكده تكون ايه؟ خلاص كون رابطه عربيه، كون ايه؟ امبراطوريه رومانيه، امبراطوريه اسف يونانيه كبير جدا على يد الاسكندر المقدوني. طيب وبكده كنا وقفنا شويه عن حياتنا، عن الكلام عن الاسكندر. طيب اقدم الرساله بتاعتنا كده بعد اذنك. وكده نكون وقفنا حياتنا على الاسكندر شويه. تمام تمام خلاص، وقفنا حياتنا على الاسكندر كده خلاص، وعرفنا ان هو ايه كون امبراطوريه. هنقف كلام لحد هنا على الاسكندر، وتعالى نتكلم بعد كده عن التوسط السلسلي اللي حصل بين مصر وبلاد ايه؟ وبلاد اليونان. توطد العلاقه بين مصر وبلاد اليونان خاصه في فتره الحكم بين الاسر 26، حيث تم استخدام اليونانيين كجنود ملتزقه في الجيش المصري. على قد ده ما يستخدم، على قد محمد علي ما فكر في تجنيد اليونانيين، بس هتكلمك على ايه؟ ما توصل معايا ثالثه ثانوي ان شاء الله. ما تكلمش، ما دخلش في الاحداث دلوقتي. طيب عندما تمكن الاسكندر المقدوني من السيرة على مصر في عام 332 قبل الميلاد، عمل على مزج الحضاره المصريه بالحضاره اليونانيه، في معروف باسم الحضاره ايه؟ الحضاره الهيلينستيه في الاخر. ما نطلعش كتير، هي هتجي لك في السؤال، الهيلينستيه اختارها على طول. طيب وبكده نكون خلصنا ايه؟ الجزء الاول من محاضرتنا النهارده. احنا كده خلينا البيت 5 دقايق، وتعالى ايه مع بعض نبدا الجزء التاني. بعد ما نخلص لك الحياه السياسيه، تعالى مع بعض نمسك الحياه الاقتصاديه. نمسك الحياه الاقتصاديه واحده واحده. قال لك ساعات الطبيعه الجغرافيه لبلاد المليان على تنوع ايه؟ التضاريس. ليه يا مستر ده؟ قلت لك انا عندي مدينه تميز ايه؟ بجميع النواحي الاقتصاديه، زي ما زي مدينه اثينا عندي فيها اجبار وهضاب، مما ادى الى ايه؟ الى تنوع المحاصيل، وادى الى تنوع الجبال بسبب عندها تنوع جغرافي، عندها جبال وهضاب وسور، فادى الى تنوع الاقتصاد، مما ادى الى تنوع الاقتصاد؟
فطبعا هيبقى في عندهم مثلا زراعه، صناعه، تجاره، تعدين، هيبقى عندهم كل حاجه. فاهمين بقى الداله اللي انا اقصد؟ فطبيعه تنوعيه طبقه المستوى المعيشه ومتنوع المعيشه، طبق هتنوع طبقه ايه؟ المستوى الاجتماعي، هيبقى في اغنياء ويبقى في فقراء. طيب ساعات الطبيعه الجغرافيه اللي بيادي منين على الموقع الجغرافي في التنوع المحاصيل. طيب وعلى مكان نمسك الزراعه، الارقام اليمين بزراعه المدينه والسلالات تبلغ 20% من المساحة الكلية. طيب وقد انقسمت الأراضي الزراعية إلى إيه؟ إلى قطاعات كبيرة. طيب أراضي للأفراد وأراضي للمزارع. طيب اهتم المنيون عايز يقول لك بالثروة الحيوانية اللي حاجتهم إيه؟ لحمر وأصواف وألبان. طيب نيجي للصناعة، قال لك برع السفليون، برع آسف اليونانيون في فن إيه؟ الصناعة. نظر السفن نظرا إيه؟ لطبيعة بلاد اليونان الجغرافية. كانت بلاد اليونان كانت كلها معظمها تقول على ايه؟ مدن ساحليه، صح؟ صح يا مستر، مدن ساحليه ومضايق، فلازم طبيعي نستخدم ايه؟ السفن. طيب وزيت الزيتون والنبيذ والاواني والفخاريز، هنطالب هنا يقول لي ايه النبيذ ده مستر حاجه حرام ولا ايه؟ اقول لك اه ده الخمر، هم اللي ايه؟ بداوا يعلموه اساسا. طيب نيجي بعد كده نسال لمجال التجاره، ومجال التجاره دوت عندهم اهم حاجه. ليه يا مستر اهم حاجه مجال التجاره؟ ان كانوا عايزين مدن ساحليه فيعرفوا يصدروا للبلاد كلها. لو شفت موقع بلاد المليان هتلاقي بتعرف تصدر اللي عايز يقول لك للدول كلها، قريبه من الدول كلها. طيب واحده واحده كده يا مستر. التجاره تعد اهم انشطه اقتصاديه، وقد تحولت مواني بلاد المليان الى محطات تجاريه لتبادل السلع اي بين المليان وبلاد الشرق. فقد قدم بلاد المليان تصديرها بتصدير واستيراد. صدرت ايه يا مستر بقى؟ صدرت الرخام والمعادن والنبيذ والزيوت، يعني ايه يا مستر؟ يعني صدرت الماده الخام وهم يكملوا في الاخر. طيب واستوردت ايه؟ الاقمشه والحبوب من مصر وسوريا. طبعا انت عارف عندنا القطن المصري اعلى قطن في العالم. طيب نيجي نبص على التواصل الاقتصادي اللي حصل بين مصر وبلاد المليان. طيب جاء بعض المليانين الى مصر في العصر المتاخر وقاموا العمل في التجاره. وأسسوا مدينة خاصة بهم على الطراز الإغريقي سميت بإيه؟ بنقريتس. طيب بمحافظة دي موجودة في البحيرة حاليا. وقد كثير إيه؟ وقد الكثير من الصناعة واليونانيين حتى إيه؟ حتى ابتكر صناعة الزجاج والأواني الفخارية بها. يعني إيه مستر؟ يعني هم جم عندنا أسسوا الزجاج، نحن عندنا جمال دي كنا أول شعب أسس الزجاج في العالم، بس هم جم عندنا وقعدوا إيه؟ يتعوروا فيه. وكده نكون خلصنا الحياه الاقتصاديه. نمسك الحياه الدينيه. طيب بالرغم من اختلاف النظام السياسي والاجتماعي بين الكثير من المدن اليونانيه، فان القاسم المشترك بينهم هو الحياه الدينيه. كانوا بيجمعهم في الاخر الحياه الدينيه انهم ايه؟ امنوا بالقوه الطبيعيه وسعوا لكل منها ايه؟ ليه ويوجهوا. واعتقدوا ان مصر ايه؟ لها انها ايه؟ كيم فوق كيم الجبال اولمبوس. قلت لك جبال اولمبوس هنحتاجها تاني، هديها لك تاني. طيب وجعلوا عليها ايه؟ سواج البشر، واعتبروا ان الاله زيوس هو اكبر الالهه اليونانيه. زيوس يا مستر، مش سمعته قبل كده يا مستر صح؟ لا مش في الكرتون اللي في دماغك، اثبت الطفل الطويل، مش الكرتون اللي في دماغك، ده زيوس ده كان اله عندهم. طيب واعتقد ان اله زيوس دوت هو اكبر الالهه اليونانيه. كان اولمبوس دوت بياخده كان مسمينه يعني ايه؟ زيوس كده. طيب واعتقدوا ايه؟ في السحر يا مستر ايه؟ تظهر المداح واللي عندهم يعني اساسه مالكش دعوه، هم اعتقدوا بالسحر، امنوا بالسحر. طيب وعرفوا الطقوس الدينيه المتعدده كالمواكب الجنازائيه والاناشيد والقرابين، واستعملوا الموسيقى كعنصر ايه في تلك الطقوس. طيب تعال نبص على التواصل الديني اللي حصل ما بيننا وبينهم. ايه مثلا انا مش فاهم اي حاجه بتكلم عن مصر. طب ما انت مصر ام الدنيا، طبعا لازم اكلمك عنها واكلمك عنها. بتتكلم ايه؟ هنمشي على مصر. طيب تعال نبص على التواصل اللي حصل من بينهم. قال لك اول حاجه تواصلت حضاره الاغريق بالحياه الدينيه. تواصلت مصر بالحياه الدينيه، حيث اصبحت عقيده الله ايزيس عباده شائعه في بلاد الاغريق. يعني يا مستر الله ايزيس ساعتها كانت شائعه في بلاد الاغريق. طيب حرص الاسكندر الاكبر عندما جاء على مصر تقديم القرابين في المعبودات المصريه وحمل الالقاب الفرعونيه وانجاز ايه؟ واتخذ شعار كون الكرش المقدوني لاله امون ايه؟ رمزا لا. اوكي كون خلصنا الحياه الدينيه. طيب واحده واحده كده مستر، مسك الحياه الفكريه والثقافيه.
احنا قلنا كان كون كل حياة نعرف ان الدرس طويل عليك قسموا مع بعض كده على جزئين ويوم ويوم انا عايز ليه مثلا تبتدي في المنهج عايزين ننجز في المنهج عشان نعرف نلحق نراجع كمان مع بعض. طيب الحياة الفكرية والثقافية يا صديقي، قال لك الفلاسفة تعدي الفلاسفة اعظم ما تركته اليونانيين للفكر الانساني. اعظم طبعا اعظم، انت بتعرف تقول غير كده ولا ايه؟ طيب حيث عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ على عقولهم في تحليل مشاكل الحياة والتعرف على عصر الكون. يعني مثلا يعني عايز اقول لك بنفضل كل شوية الأرض ده موجود ليه فوق؟ هو بيفضل ليه ثابت فوق؟ ليه ما بيقعش؟ طب الأرض دي مين اللي عملها؟ طيب السما دي جت ازاي؟ طيب النور ده بينور امتى؟ ليه بالليل بعيد؟ ليه بالليل ما في ضلمة؟ ليه الصبح في نور؟ الشمس دي جت منين؟ القمر ده جه ظهر الساعة كام؟ بيفضلوا ده كله التعمق في أسرار الكون. طيب ومن أشهر الفلاسفة عن سقراط وأفلاطون وأرسطو. واحدة واحدة كده. نمسك الملك أول حاجة، الملك سقراط. يا مستر محمد ملك؟ لا، فيلسوف. ملك مين يا عم؟ كان اسمه فيلسوف سقراط. طيب فيلسوف يا سيدي أول حاجة عمله على العقل، أن إعمال العقل في كل شيء. طيب من أقواله إن البحث عن الحقيقة والحق والجمال والخير هو اسم الغايات، وإن المرء لا يخشى أحد ما دام يتبع سبيل العقل والضمير. لا يا مستر مش فاهم. احنا نبحث ايه عن الحقيقة بالعقل، كان هدف كله الدماغ في الاخر. طيب نيجي بعد كده الملك مين؟ يظهر الملك الفيلسوف الثاني اسمه افلاطون. افلاطون قال لك ايه؟ اتسع من دراسته بالطابع العلمي والتفكير، اي حاجة لازم يعمل فيها ويفكر فيها، ما بيسيبش حاجة، ما بيعديش الهوى من الاخر. يظهر بعد كده اخر فيلسوف عندنا هو ايه؟ ارسطو. أسس مدرسة تعتمد على الفكر، التاريخ وعلم الأحياء، وأطلق عليه العرب إيه؟ المعلم الأول، لأنه بحث في كثير من علوم إيه؟ بجانب الفلسفة. يعني مستر جراد بتلك أرسطو بحث حاجات كتير جدا في علم الأحياء وعلم الفلك وعلم الكون، ودخل في الجغرافيا، يعني بص ما سابش حاجة، وفي الرياضة، وممكن احتمال عندك ليه في الفيزياء كمان. ظهر في كل حاجة. طيب يجي نتكلم عن الأدب. توقع التراث الأدبي اليوناني بالتنوع ويعد شعرهم إيه؟ كان كتير جدا في الشعر. طيب شعر الملاحم والشعر العنائي. طبعا الأدب ده كان شعر جاهلي. شعر الملاحم ده صديقي مثل محمد إليسا والأوديسا للشعر وميروس، صاحب الفضل في نشر التراث الثقافي الفضل بطول الإبداد اليوناني. طبعا ميروس دوت كان إيه؟ هو اللي أسس ألف قصة زي ما اتكلمت عنها طبعا الترم الأول. طيب والشعر الغنائي يتضمن شعر الحماس والغزل والرصاص، ومن الشعراء أريخلوس، هو اسمه غريب كده شعر غلط. طيب يجي بقى يظهر إيه؟ دورنا ولعبتنا التاريخ. التاريخ يا سيدي، تطورت الكتابة التاريخية في شعر الملاحم المعتمد على إيه؟ على أسطورة الكتابة التاريخية المعتمدة على الحقائق وتحليلها. ومن اشهر مؤرخي اليونان الذي كتبوا الافريق عندي هيرودوت وبليليس وعندي استرافيليون. واحده واحده كان الكلام على هيرودوت اللي ذكر ايه؟ بابو التاريخ. وعندي بولوبليس ده عامل ايه مستر ده؟ ده احد اعظم المؤرخين في القرن الثاني قبل الميلاد الذي كتب كثير عن مصر، كتب كثير جدا عن مصر. البط لما نشر كتابه ايه؟ في التاريخ العام. ده كان الكتاب اسمه كده في تاريخ العالم، ده تبع مصر في حاجات كتير جميلة جدا. طيب وايه استرابون؟ ايه مستر استرابون ده مستر؟ واحدة واحدة كده. الذي زار مصر بين عامي استرابون ده واحد زار مصر بين عامي 25 و20 قبل الميلاد. حلو. واشهر مؤلفاته والتي كتبها ايه؟ جغرافيا، الذي يتكون من 17 جزء. 17 جزء، عايز اقول لك انا قلت اول جزء منه مولد اساسا. 17 جزء دول سيكو تحدث ايه عن مصر في الجزء ال 17. يعني انا قريت جزء اول جزء دوت وزهقت منه، هو بقى كان بيتكلم عن مصر في الجزء ال 17 اساسا. طيب نيجي للعلوم. عمل ايه مستر في العلوم؟ قال لك استمد اليونانيين الكثير من اصول العلم من الحضاره المصريه القديمه، حيث نجح في تحويل الكثير من تجارب وخبرات المصريين القدماء الى نظريات علميه. يعني مستر دوت عندنا يا سيدي عايز اقول لك، برغم احنا وضعنا في امستر في العلوم،
احنا يا سيدي كنا ناخد الفكره من بلاد اليونان او الفكره من المصريين واحنا نقعد نطوق ايه عليه. طيب وتقدمت علوم في اثينا في العصر الذهبي. كانت اثينا كانت تتميز ايه بالعقل غير اسبرطه خالص في العصر الذهبي، لا خصوصا في المجال الطبي، حيث توصلوا ان المخ هو المتحكم في اعضاء الجسم كله. يعني مش متوقعين؟ لا مش متوقعين. قال لك المخ هو كان معتقد، كان ممكن معتقدين يعني ان المخ هو ما كانش بيعمل اي حاجه. طلعوا في الاخر توصلوا ان المخ هو المتحكم فيه في جميع الاعضاء كلها ومركز الاحساس. والقلب قال لك هو اللي بيضخ الدم. طبعا دي معلومات اضافيه، انا عارف انك فاهم كل دي، دي معلومات اكسترا بس ليك. ومنشط البايرن نيل اغريك ابو كرات الازرق القبي بابو التب. نيجي نبص على التواصل الثقافي اللي حصل بيننا وبلاد اليونان. قال لك حرصت كثيرا على المفكر الاغريقي وعلمهم على زياره مسوقهم والالتقاء بالكهنه والعلماء المصريين والاطلاع على مكتبات المعابد المصريه اللي ينقلوا العلوم المصريه الى بلاد اليونان. طيب نيجي نبص على الحياه الفنيه، ودي هتكون اخر حاجه نقطه هتكلم عنها. الحياه الفنيه، عاش الفنيون اليونانيون قريبا من الاتي، قريبوا جدا من الالهتين. طيب علمهم ايه؟ العلوم. فعلمهم العلم. طيب وما فيه مثلي وقالوا معرض منه عن عمله الفني التي لم تقتصر على المعابد فقط، بل انتشرت في افاغيز الابنيه وتيجان الاعمده والملاعب والمسارح والبيوت. عملنا يعني بقى في حاجات كتير جدا، والتي كانت ذات مظهر ايه؟ مظهر وليد، وقد تمثلها في جوانب الحياه الفنيه الى ايه؟ العماره والنحت. نيجي للعماره، تعد المعابد قال لك ان اهم الانشطه ايه؟ المعماريه في اليونان، وتطورت من بساطه الى مستوى رفيع من الفن. ومن اشهر المعابد عندي معبد ايه؟ معبد البارنسون. عندي البارنسون، ايه بس معبد البارنسون دوت؟ دوت يا سيدي اقامه الزعيم بيركليس. يعني ايه مستر دوت؟ قام زعيم بيركليس على قمة جبل أقربه، حلو؟ لعبات الإله إيه؟ أثينا. طيب، عام 447 يعد قمة تطور العمارة اليونانية، ده أقدم، ده يعد قد، وده يعد إيه؟ يعد قمة إيه؟ قمة العمارة، تطور العمارة اليونانية. يعني مستر المعبد ده كان بيعملوا فيه؟ كان بيعملوا فيه معبد العبادة. يعني مستر كان حاجة دينية؟ استفادوا بيه دينيا؟ يعني معبد مستر كان دينيا بس، كان دينيا وكان برضه ايه؟ فن وعلم ايه؟ تقدم فن العلم والعمارة. طيب نيجي لفن النحت، قال لك بقى على فنيون اليونانيون القدماء في فن النحت، ويعد يجي يظهر واحد اسمه فيتياس عميق، اسمه ايه؟ اسمه عميد الناحتين في اليونان. واشهر عمله تمثال زايوس، والذي يعد من عجائب الدنيا السبع. عجائب الدنيا السبع، هو مش من عجائب الدنيا السبع بس، من اجمل حاجه في عجائب الدنيا السبع، اجمل حاجه هو الملك زايوس، ان هو اللي رسمه اساسا من عجائب النحتين، هو اللي نحته. طيب نيجي يا سيدي اكلمك على التواصل اللي حصل ايه بين الفن بين مصر وبلاد اليونان. اللي حصل يا سيدي، يرجع الفن اليوناني الإغريقي إلى أصوله الشرقية، حيث انتقل الفن من حضارة الشرق إلى بلاد الغرب خلال اليونانيون، حلو، الذي استقر في جزر إيه؟ إيجا، عند ساحل إيه؟ أسيا الصغرى، الغربي مش الشرقي، وكانت لديهم صلاحات قوية بحضارة الشرقيين في مصر وسوريا. يعني مثلا الحضارة بدأت من إيه؟ الحضارة الفكر أصلا والثقافة والنحت والفن والعلم ده كله بدأ من عندنا في الشرق. ثم اليونان خدوا ايه؟ وبدأوا يطوروا يعدلوا عليه، والحضاره رجعت ايه؟ للغرب. زي ما قلت لك طبعا الترم الاول الحضاره تروح الشرق، تبدا من عندنا في الشرق، بعد كده تنتقل للغرب، بعد كده ترجع لها تاني وتقعد ما يكون من 1000 عام، بعد كده تستمر للغرب، ولحد دلوقتي لسه ما رجعتش ان شاء الله، هي تايهه هناك بس زي ما رجعت. طيب يظهر بعد كده النقطه الثانيه اللي بقول لك عليها، وتوصل الفن اليوناني بالفن المصري القديم، خاصه في مجال العماره. وظهر زي خلايا مصر خلايا القصر الملك مينوس، حلو، ومعبد البرسيون برسون برسون ايوه اللي كانت عليه من شويه، حلو، باسينا الذي كان ايه بها اعمده دوريه ذات اصول مصريه. وبذلك كان الفن المصري هو القاعده
التي يمكن معناها الفن اليوناني. يعني مستجوبه القاعده دي هم خدوا من عندنا والطواري ويعدلوا عندهم. تمام طيب نيجي مثلا للحياه الرياضيه. كانوا رياضيين؟ كان لهم في الكوره بقى مستر وجو ساعه وحجز والكلام ده؟ لا ايه اللي انت بتقوله ده؟ كان بيعملوا رياضه ثانيه اللي هي ركوب الخيل والسهوم والكلام ده كله. طيب نيجي نبص اقامه اليونان مباريات رياضيه واسعه متوكله تشترك فيها ايه؟ جميع مدن اليونان في مدينه اولمبيا التي سميت هذه الالعاب نسبه الى ايه؟ الى ايه؟ اكتسب هذه الالعاب من الزمن اهميه تاريخيه. حلو؟ وأقيمت أول دورة الألعاب الأولمبية إمتى مستر؟ في عام 776 آسف قبل الميلاد. وظلت إيه؟ الدورة الأولمبية تقدم لمدة إيه؟ تزيد عن 1000 عام حتى أوقف إيه؟ أحد أباطرة الرومان. ثم ظهرت مرة أخرى في نهاية القرن الماضي لتشترك فيها إيه؟ بلاد كافة العالم. كافة العالم ستشتركت فيها. حلو حلو سليم. وبكده نكون خلصنا الحضارة اليونانية اللي هي رائدة الفكر والثقافة الغربية. صح؟ صح يا مستر. ساش بقى يا سيدي تشترك في القناة، تابعنا على الفيسبوك والانستجرام تيك توك، كومنت ولايك حلو منك كده جميل عشان نكمل. والمحاضرة طبعا الجاية هكلمك فيها عن حضارة، هكلمك فيها عن مصر تحت حكم البطالمة. عشان كده نكون خلصنا ايه؟ أول درسين في الوحدة الثانية. إن شاء الله تنزل برضه فيديو ونخلص الوحدة دي على الجودة الوحدة دي، وبعد كده نرجع للامتحان. متقلقش من أي حاجة، أنا أدخلك الامتحان خليك مطمن من كل حاجة، ومفيش سؤال يقف قدامك بإذن الله. وأي نقطة أقولها لك أبوس إيدك تركز عليها وتكتبها عندك في الورقة اللي أنت مش جايبه منظر قدامك. تمام يا صديقي؟ تمام كده تكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة. استكشف قناة زي ما قلت لك، وقلت لك حلو مفيش نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.